أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. نستأنف المحاضرات لصالح الأطفال من مرضى مستشفى أبو الريش. النهاردة عندنا Lecture 2 في الكراش كورس for Central Nervous System السنسي، وهي خاصة بموضوع النيورونال بول. وكان في زميل فاضل سألني سؤال يعني يستدعي الإجابة، قال لي هو لو أنا ما عنديش وقت غير يا كراش كورس يا المحاضرات الأساسية. طبعا الصورة المثلى أنك تبتدي بمحاضرات الأساسية وبعدين تسمع كراش كورس، لكن لو ما عندكش غير وقت لحاجة واحدة فاسمع الكراش كورس، لأن زي ما قلت أنها أكثر تركيزا وسهولة، وقلنا في أكثر تجويدا وتجديدا، لان زي ما قلت لكم لما الواحد بيقول حاجه يعني في تاريخ لاحق بيحاول يعملها بصوره الطف، على الاقل انا بعمل كده. وتجديدا لان اي معلومه جديده بنحاول نضيفها على اللي كان قبل كده. لكن اجابه السؤال زي ما قلت ان انتوا يعني ابعتوا لي مقترحاتكم، انا الحاجه اللي احس انها تفيد الجميع هجاوبها، اللي بتفيد شخص بذاته هبعت له اجابه خاصه بيه. فده الكراش كورس او المحاضرات الاساسيه، الاجابه المحاضرات الاساسيه ثم الكراش كورس. لو ما فيش وقت فخليك حضرتك في الكراش كورس، هو الاكثر وضوحا وسهوله وتجديدا وتجويدا. فنتوكل على الله. نبتدي النيورونال بول، واحنا قلنا في محاضرات الكراش كورس بنحاول نخلي المحاضره تحتوي على موضوع واحد، موضوع واحد بس. فنبتدئ بالنيورونال بول. By definition it's a collection of neurons، مجموعة خلايا عصبية having the same function، لهم نفس الوظيفة. For example ممكن أقول إن البرين ده نيورونال بول، ممكن أقول الثالاموس بس في البرين نيورونال بول له وظائف خاصة. ممكن أبقى أكثر تحديدا يعني بان انا اقول اللاترال جينيكل بادي في الثالاموس دي بتستقبل الاوديتوري امبلسز، ده معنى نيورونال بول. يبقى كولكشن اوف نيورونز هافينج ذا سيم فانكشن. والكلمه حتى اقولها لكم في يعني احنا هنا عندنا حاجه اسمها كار بول يا اولاد، يعني لو ثلاث افراد رايحين نفس المكان نفس الشغل في مسافه بعيده عشان نخفف من الزحام والبوليوشن التلوث، بنتقابل احنا الثلاثة في باركينج لوت في موقف عربيات معين يسموه كار بول، نحط عربياتنا الثلاثة وكل يوم نستخدم عربة واحد مننا، لأن احنا رايحين نفس المشوار، فيسموا الحتة اللي بنتجمع فيها كار بول، بول يعني تجميعة. فاحنا عندنا هنا نيورونال بول، كولكشن اوف نيورونز هافينج ذا سيم فانكشن. نيجي الأورجنايزيشن اللي هو التصميم. هي مصممة النيورونال بول بحيث تحقق خمس حقائق. ابتدي بالحقيقه الاولى والثانيه، دول بيجوا في المالتيبل تشويس فقط ما بيجوش نظري. الحقيقه الثالثه والرابعه والخامسه كل على حده تصلح سؤال نظري. ابتدي باول، نبتدي بالحقيقتين اللي هم الاولانيين اللي هم بيجوا ام اس كيو بس. اول حاجه ان فيها ظاهره اسمها دايفرجنس. يعني ايه دايفرجنس؟ يعني تفرق، يعني سنجل انبوت اهو ده سنجل انبوت، دايفيرج انا ماشي معاك بالليزر يعني بيتفرق، تو اكتيفيت تو اور مور نيورونز، تو اكتيفيت تو اور مور نيورونز، حتى انا هنا رسمهم ثلاثه وكل بدوره بياكتيفيت تو اور مور، يعني ممكن ما تحصلش على 1 ليفل على اكثر من ليفل. يبقى ما معنى كلمه دايفيرجنس؟ سنجل انبوت diverges to activate two or more neurons. طب ايه الامبورتنس بتاعت الدايفيرجنس؟ اول حاجه amplification التقويه. وهنا عاوز افهمك، تصور 1 كورتيكال نيورون في الموتور كورتكس في المركز بتاع الحركه، نيورون واحد في القشره المخيه يدايفيرج وبعدين يدايفيرج وبعدين يدايفيرج بحيث في النهايه يغذي 1000 انتيرو هورن سيلز، 1000 انتيرو هورن سيلز. وخد بالك
والانتيرو هورن سيل بيدوريها احنا عارفين بتغذي مجموعه من المسل فايبرز في الفاين المسلز بتعمل فاين موفمنتس بيكون 3 ل 6 كان ده في سنه اولى، والمجموعه اللي بتعمل جروس موفمنتس توصل بالمئات. وهتقولي طب فايدتها ايه الامبليفيكيشن؟ فايدتها ايه؟ تخيل حضرتك هتعمل هتكونزيرف البرين انرجي، يعني المخك هيبعت اشاره واحده بس، في النهايه الاشاره دي بالدايفيرجنس هيحصل لها تقويه امبليفيكيشن وتشغل 1000 انتيرور سيلز اللي كلهم بدورها هتشغل عدد من المسل فايبرز. تاني وظيفه للدايفيرجنس ديستريبيوشن اوف سيجنالز، يعني توزيع الاشارات. فمثلا بينفول سيجنال، لما الواحد افرض تلقيت بينفول سيجنال في قدمك مثلا، فالمفروض يحصل حاجتين، الامبلس تروح للانتيرو هورن سيلز اللي بتغذي السكيتال ماسل تسحب رجلك بعيد عن مصدر الاذى اللي هو بنسميه فليكسور ويذدرول ريفلكس، لانك بتعمل فليكشن لرجلك ويذدرول بعيد عن مصدر الاذى، وفي نفس الوقت لازم تحس الالم، فالامبلس بتدايفيرج يعني شويه يروحوا للانتيرو هورن سيلز في السبينال كور يعملوا الفليكسور ويذدرول، ومجموعه امبلس اخرى تطلع للكورتيكال سيلز تديك احساس البين. وهنا يا اولاد انا عاوز اناقش معاكم الحته دي شويه لانها لطيفه. ان اهو اديك شايف معايا ان بينفول ستيمولس للبين ريسبتورز بيدايفرج لمجموعتين الى مجموعتين، مجموعه تروح للانتيرو هورن سيلز هتحرك رجلك تسحب رجلك بعيد عن مصدر الاذى فليكسوس درول، والمجموعه الثانيه هي اللي بتدايفرج هتطلع تروح للثالاموس ومنه للكورتكس عشان تديك الكورتيكال سنسيشن اوف بين. يبقى الدايفيرجنس عمل لي حاجتين هنا، عمل لي سباينال ريفلكس سحب رجلي بعيد عن مصدر الاذى فليكسوس درول ريفلكس، واداني امبلس ادتني الكورتيكال سنسيشن اوف بين. هنا بحب اقول حاجه جميله يا اولاد، ان الانسان متصور خطا انه بسبب احساس الالم سحب رجله، وهذا خطا. الامبلس اللي بتسحب القدم ملهاش اي علاقه بالامبلس اللي بتديك احساس الالم. طب السؤال الاذكى فقط، تفتكر من واقع الرسمه الدروينجز اللي انا عاملها دي، هو تلازم احساس الالم مع سحب الرجل خلاك تتصور خطا انك بتسحب رجلك كنتيجه لاحساس الالم؟ انما عاوزك تنظر جليا مليا في الرسمه، تفتكر أيهما يحدث أولا؟ طالب قال لي طبعا السباينال ريفلكس ده هيحصل قبل ما نوصل الكورتكس، الكورتكس ده مسافة بعيدة قوي، يبقى أنا بسحب رجلي قبل ما أكون حسيت الألم، ودي من رائع الخلق والخالق إن الأهم فالأقل أهمية، المهم إن أنا أبعد رجلي عن مصدر الأذى وبعدين أحس الألم، فلما أحس الألم أشوف بقى إيه الحاجة اللي سببت في هذا الألم لأتفاديها. طب حاجة تاني جميلة بحب أقولها هنا برضو في التأملات، أنه وراء الخلق خالق. صور الناس اللي قاعدين على ويل تشير اللي هم مقطوع عندهم السباينال كورد أهو، فالقدمين أو يعني التو لور ليمز بيبقوا بارالايز ما يقدرش يحركهم إرادية، قاعد على كرسي بعجل ولا يحس الألم، يعني ما بتديله ستيمولس، الستيمولس هنا البينفول ستيمولس ما بيوصلش فوق لان السبان كورد مقطوع، ومع ذلك بيسحب رجله. شوف العظمه الالهيه، يعني لو جيت لشخص على ويل تشير تقول له حرك رجليك اراديا ما يقدرش لان السبان كورد مقطوع، ما فيش موتور سيجنالز جاي من فوق، تشكه شكه خفيفه قوي كده بدبوس تقول له حاسس يقول لك مش حاسس، لما تعمل له بينفول ستيمولس تلاقيه راح ساحب رجله. ليه؟ لان الفليكسور ويزدرو ريفلكس سباينال ريفلكس، الامبلس اللي بتعمله ملهاش اي علاقه بالامبلس اللي بتدي بين. وهنا عظمه الخلق والخالق، فبقول هذا الشخص اراديا ما يقدرش يسحب رجله مشلوله ومش حاسس احساس الالم، ولكن البين ده بيسيجنال تيشو دامج 100%، لو نار اللي عامله له البين، لو شك الدبوس دي هتدمج التيشو،
اللي هي ما يقدرش يسحبها اراديا ومش حاسس الم فيها، ومع ذلك لانه سباينال ريفلكس بيسحب رجله. وبيحلو لي اقول الجمله اللي دائما ابدا بقولها يا اولاد، وما زالت العين الالهيه تحرس القدم المشلوله والفاقده للحس. هو رجله اراديا مشلوله وما يقدرش، مش حاسس الم، ومع ذلك ربنا بيحفظها له. لما تديله painful stimulus مفروض هيعمل دامج بيسحبه رجله، برغم انه لا حاسس الم ولا اراديا يقدر يسحب رجله. هذا يدل على انه وراء الخلق خالق، قوة عاقلة رحيمة حكيمة قادرة ومقدرة نسميها الله. يبقى ده كان اول حاجة اللي هو الدايفيرجنس، هتسئلة في الشفوة يا اولاد. يبقى الدايفيرجنس في عجالة single input diverges to activate two or more neurons. هيسألك في الشفوة ايه الimportance او في الامس كيو، هتقول له amplification one cortical neuron بتشغل الف anterior horn cells وبالتالي بتpreserve البرين انرجي، وبعدين distribution of signal ان البينفول سيجنال بيعمل حاجتين، الاسرع انه يروح للانتيريور هورن سيل سباينال ريفلكس يعمل فليكس ويزدرول، والابطا انه يطلع للكورتيكال سيلز يديني احساس البين لاتبين سبب الالم. تاني ظاهره في النيورونال بول هي العكس كونفرجنس يا اولاد، وهنا معناها مالتيبل سيجنالز، مالتيبل اهو كونفرج to activate one neuron. يبقى بالعكس multiple activate one neuron. طب هيسألني ايه الimportance تاعك، اقول له حاجتين. فاكر السبيس او spatial summation ما هي الا convergence، انك بتشغل بتعمل stimulation لمني simultaneously، بتشغل مني neurons في ان واحد، كل signal لوحدها ما تقدرش generate action potential، ما توصلنيش للfaring level threshold value عشان خاطر تطلع action potential. لكن بالسميشن واحدة مع واحدة مع واحدة في أكثر مكان تعمل سبيس سميشن، اللي هو مهم جدا 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 لوظائف السنترال نيرفس سيستم. قلت بدون خاصية السميشن لم يكن من الإمكان أن يتولد أكشن بوتنشلز. فأهم الكونفيرجنس ما هي إلا نوع من النوعين الأساسيين للسميشن، وهو السبيس أو سباتيال سميشن، بيعمل ستيمولس انتنسيفيكيشن يوصل للفارج ليفل ثريشولد فاليو يطلع اكشن بوتنشال. طب حاجه ثانيه، سميشن اوف امبورتنت انفورميشن، تجميع المعلومات الهامه، يبقى سميشن اوف امبورتنت انفورميشن اهي يا ولاد، تجميع المعلومات الهامه. يعني اديك مثال وتسلكت الامبورتنت انفورميشن تختار منها المهم. يعني مثلا هايبوثالاموس، هنيجي لمحاضرات الاندوكراين، مفروض تفرز كميه معينه، تبعت ثايروتروبين ريليسينج هرمون للبيتيوتري عشان يطلع ثايرويد ستيميتنج هرمون عشان يبعت يطلع كميه معينه من الثيروكس. طب كميه الثيروكس اللي هتطلع تعتمد على ايه؟ على اشياء كثيره، واحده منها درجه حراره الجو، لان الثيروكس بيزود ميتابوليزم بيطلع حراره، واحده منها الديجري اوف ستريس. فكل المعلومات بتصل للهايبوثالاموس، درجه الحراره، الستريس وغيرها، كل ده بالكونفيرجنس. وبعدين الهايبوثالاموس تقدر ان مجموع المعلومات دي يبقى هذا هو المستوى الانسب من الثيروكسيد لمجموع المعلومات مجتمعه. مين اللي عمل هذا الكلام؟ ظاهره الكونفيرجنس. يبقى دول كانوا الظاهرتين اللي قلنا ما بيجوش في النظري، اللي هو الدايفيرجنس والكونفيرجنس، التعريف والامبورتنس، وكل واحده لها يوجد اهميتان. انتقل بقى الخاصيه الثالثه والرابعه والخامسه، وهم زي ما قلت لكم يا اولاد كل على حده سؤال نظري مهم. نبتدي بالاصعب وهو ضرت هذه المحاضره، واللوحات هعملها لكم على البي دي اف كما هي العاده، بس يعني في وقت اللاحق. واللوحات طبعا زي ما بقول هي حصاد السنين الحقيقه. فالخاصيه الثالثه في الاورجانيزيشن اسمها اكسايتيشن فيلد، مجال الاثاره، ديستشارج زون اند سبليمينال فرينج.
يعني شوف حتى الخاصية شكلها صعب شوية، لكن ما فيش حاجة صعبة. أنا اعتدت في الخاصية دي إن أنا أشرح لمدة 5 دقائق وبعدين أسألك في معضلتين، يعني مسألتين حساب خفيف خفاف، لو حلتهم أنت فهمت الخاصية ولا داعي إن أنا راجعها تاني، ولم أضطر في يعني تاريخ إلقاء المحاضرات إلى إعادة الخاصية مرة أخرى. ليه؟ لأن ربنا اداني أفضل وأذكى طلبة اللي هم حضراتكم. فأنا هديك 6 حقائق وبعدين هسأل مسألتين. تابع معي. حقيقة الأولى، حب ما عشقت مثل عشق النظام. One neuron inside CNS، كل خلية عصبية داخل CNS receives signals from many neurons and gives signal to many neurons. يعني كل خلية عصبية بتتلقى من العديد وتعطي بدولها العديد من النيورونز. أنا بقى هركز في النصف الثاني، إنها gives signal to many neurons. فأنا فرضت إن خلية A دي بتغذي، أنا طبعا برسم رسومات مبسطة، 5 نيورونز. دي كانت الحقيقة الأولى. طيب ابتدي بقى بالعنوان. مجموعة النيورونز الخمسة دول اللي نيورون A بتعمل لهم excitation، يعني لما نيورون A تشتغل هتعمل الخمسة دول excitation، هنسميهم excitation field، مجال الإثارة. يبقى اسم على مسمى. المجموعة الخماسية دي اللي نيورون A بتعمل لهم excitation هنسميهم excitation field. حقيقة التالتة، داخل الاكسايتيشن فيل بتنقسم النيورونز الى مجموعتين. المجموعه الاولى موجوده في السنتر بتتلقى عدد كافي من النوبس. انا للتسهيل رسمت 2 نوبس بحيث يطلع عندهم كميه كافيه من الكيميكال ترانسميتر بحيث نوصل للفايرنج او ثريشولد فاليو بحيث ان هم يديستشارج اكشن بوتنشلز، فسميناهم discharge zone. وحتى ممكن انا اوضحها لك اكتر بان انا ارسم لك عندهم action potential، ويبقى برضو اسم على مسمى. المجموعة اللي في النص بتاخد عدد كافي من النوبس بحيث الاكسايتيشن يوصل للثريشولد فاليو بحيث تديشارج action potentials اللي انا رسمته لك، فسميناها discharge zone. حقيقة الرابعة، مجموعة النيورونز اللي في البريفري اللي أنا رسمهم باللون الأزرق هم بياخدوا عدد غير كافي من نوبس، فرضتوا بنوب واحدة، فبيطلع عندهم كمية قليلة من الكيميكال ترانسميتر هتخليهم excited، عشان كده هم ضمن الاكسايتيشن فيه، لكن not to the level اللي هو يطلع اكشن بوتنشال، مش للفايرنج ليفل، مش للثريشولد فاليو، فهم بيبقوا جاست فاسيليتيتد اكسايتد لكن ما ادوش اكشن بوتنشال. فسموا المجموعه اللي في البريفري دي سبليمينال فرينش اللي هي النقطه الثالثه في العنوان، او ليهم اسم اخر فاسيليتيشن زون، يعني ممكن في الام اس كيو جيله سبليمينال فرينش او فاسيليتيشن زون. طب واحد قال لي فاسيليتيشن زون يعني منطقة التسهيل، فاهمها، بس سبليمينال فرينج دي انا مش فاهمها. هما ليه سموها سبليمينال فرينج؟ تعالى اشرح لك ليه بيسموها سبليمينال فرينج. احنا قلنا يا اولاد انه النيورونز هعملها لك بقى بالتقسيم، اللي بيحصل لها اكسايتيشن اسمها اكسايتيشن فيل، دي كانت حقيقة. المجموعة اللي في النص اهي بتاخد عدد كافي من النوبس بحيث انها تديستشارج اكشن بوتنشال، فسميناها ديستشارج زون. المجموعه اللي حولها اهو اللي حواليها بقى بتاخد عدد غير كافي من النوبس بحيث تبقى فاسيلتيتد بس، فسموها فاسيلتيشن زون او سبليمينال فرينج. طب ايه سبليمينال فرينج دي؟ سب ليمينال جايه من كلمه سب مينيمال، الاستيمولس بالنسبه لهم سب مينيمال تحت الكافي، وهم في شكل فرنج. فرنج دي لغه يعني فرنشا، عارف الفرنشا بتاعت الستائر؟ في الستائر اللي في البيت الكلاسيكيه دي بيبقى نازل حبل كده ونازل منه قطعه كبيره كده طالع منها اهداب، يسموها فرنج. فهو ده المنظر،
ادي الاكسيتيشن فيل، المجموعه اللي في النص بالديسشارج ديسشارج زون، المجموعه اللي في البريفري اللي عامله زي الفرنش الاستيمولس بالنسبه لها سب مينيمال فسموها سب ليمينال فرنش. يبقى دي كانت الحقيقه الرابعه. يبقى الخصهم لك تاني الاربع حقائق بسرعه، ان النيرون الواحد في السي ان اس بياخذ من العديد ويعطي العديد. انا ركزت بانه بيعطي العديد اللي هم الخماسيه دي. الحقيقه الثانيه مجموعه النيرونز اللي وان نيرون بيعملهم اكسايتيشن، الخمسه دول هنسميهم اكسايتيشن فيل. الحقيقه الثالثه المجموعه اللي في النص بتاخد سفيشن نوبس تو ديسشارج فسميناها ديسشارج زون. الاثنين اللي في البريفري دول اللي باللون الازرق بياخدوا انسفيشن نوبس بحيث ان هم يبقوا فاسيليتيتد بس ما يطلعوش اكشن بوتنشال فسميناهم فاسيليتيشن زون. والان الاستيمولس بالنسبه لهم صب مينيمال وهم في شكل فرنش فسميناهم صب ليمينال فرنش. حقيقه دي الثالثه والرابعه يا اولاد تماثل الحياه الفسيولوجي كما الحياه. عارف هنا واحنا في بيج سيتي لايك تورونتو هتلاقي كاي بيج سيتي الخدمات في النص متوفره جدا في وسط المدينه. الستريت كارز، الترميات، الاتوبيسات، الصابواي تدفقهم كتير جدا. في حين المجموعه اللي في البريفري لما تروح على اطراف المدينه تلاقي الخدمات اقل. هكذا الحياه وهكذا الفسيولوجي. في النص sufficient nops to discharge discharge zone، في البريفري insufficient nops facilitated بس they do not discharge. طب الحقيقه الخامسه، هل انا نيرون في النص كتب عليا ان انا طول عمري ابقى في الاكسيتيشن فيلد ونيرون في البريفري طول عمرها هتبقى في الفيل سبليمينال فرنج او فاسيليتيشن زون؟ الاجابه لا. انك تبقى في الديسشارج زون او السبليمينال فرنج لا يعتمد فقط على موقعك وبالتالي عدد نوبس، انك في السنتر بتاخد خدمات كويسه نوبس كويسه فانت ديسشارج زون، وفي البريفري فبتاخد نوبز اقل فانت سبليمينال فرنج. انما يعتمد ثانيا الحقيقه السادسه على قوه الاستيمولس، يعني الحقيقه الخامسه اسف على قوه الاستيمولس. فانا لو اديت سترونج ستيمولس صور ماكسيمال ستيمولس كل الاكسيتيشن فيلد هيبقى ديسشارج زون. انما لو اديت سب ماكسيمال ستيمولس هيبتدي الاكسيتيشن زون ينحصر ويظهر الفاسيليتيشن زون او السبليمينال فرنج. يبقى حكايه انت نيرون في الديسشارج زون ولا نيرون في الفاسيليتيشن زون دي تعتمد على موقعك وعليه عدد نوبز نمره واحد وعلى قوه الاستيمولس نمره اثنين. الحقيقه السادسه والاخيره واللي بعدها هسال السؤالين، يجوز ان يشترك افرنت A مع افرنت B، ممكن الاثنين يشتركوا اللي هو باللون الاحمر، ممكن يشترك في الديسشارج زون اللي هو اللون الاسود او يشترك في الفاسيليتيشن زون اللي هو اللون الازرق. تعال نشوف ايه الموقف. يبقى الحقيقه السادسه ان يمكن ان يشترك نيرون A مع نيرون B يا في ديسشارج زون يا في فاسيليتيشن زون اللي هي سبليمينال فرنج. دي بتنقسم الى قسمين. لو اشتركنا في الفاسيليتيشن زون فكر معايا بذكاء، يبقى النيرون دي بتاخد من A نوب واحده مش كفايه، وبتاخد من نيرون B نوب واحده برضو مش كفايه. احنا قلنا الكفايه تو نوبس، لازم تو نوبس. طب ايه رايك لو عملت سيمالتينيس ستيميليشن ل A و B في آن واحد، شغلت A و B في آن واحد مع بعض، فبقت الفاسيليتيشن زون دي النيرون دي بتاخد دلوقتي تو نوبس، فبدل ما هي جاست فاسيليتيتد هاد ديسشارج امبلسز، فسموا هذه الظاهره فاسيليتيشن لانه هتبقى فاسيليتيتد تو ذا اكستنت انها تطلع اكشن بوتنشلز. يبقى الاشتراك ما بين النيرونز في الفاسيليتيشن زون في السبليمينال فرنج هيؤدي لحاجه احلى، ان نيرون ما كانتش بتشتغل بايه لوحده ولا بتشتغل ببي لوحده، لما اعمل سيمالتينيا ستيميليشن لاي وبي هتشتغل، فسمينا الظاهره دي فاسيليتيشن. طيب النصف الثاني في الحقيقه السادسه، يجوز ان تشترك نيرون A مع نيرون B في الديسشارج زون.
طب هنا ايه لوحده بيديها 2 نوبز وبيشغلها، وبي لوحده بيديها 2 نوبز اللي هما كافيين ويشغلها. يبقى لو انا عملت سيمالتينيا ستيميليشن لاي وبي في الحاله دي وهما مشتركين في الديسشارج زون، بالعكس يبقى وضع وقتي، يبقى نيرون واحده برضو هي اللي تشتغل. ايه بتشغلها لوحدها، بي بتشغلها لوحدها، طب تشغل ايه وبي برضو هي هتشتغل واحده. وخصوصا ان احنا عارفين ان الاول اور نان لو الاكشن بوتنشال اوبيز الاول اور نان لو، يعني هو هيطلع بنفس القوه ما فيش حاجه هتتغير. بديها حتى بمثال سهل يا اولاد، مصنع اهو انا لوحدي معيش فلوس اشغله وانت ما معكش فلوس كافيه تشغله، مع بعض نشغله، يبقى ده الاشتراك في حاجه كل على حده، كل واحد منا على حده ما عرفش يشغلها، بس احنا اتنين نشغلها فاسيليتيشن. انما لو اشتركنا في مصنع حضرتك بتقدر معاك فلوس تشغله كويس قوي وانا معايا فلوس تشغله كويس قوي، ليه نشترك فيه؟ ما هو في الاخر مصنع واحد لا يشتغل. فيسموا هذه الظاهره اوكلوجن، يعني بيقفلوا على بعض. يبقى الاشتراك في اسمعها بقى حلو قوي، في الفاسيليتيشن زون اللي هو السبليمينال فرينج يؤدي الى فاسيليتيشن، انما الاشتراك في الديسشارج زون يؤدي الى اوكلوجن. دي كانت الحقائق الستة اولاد. اولا تاني في عجاله ان وان نيرون بيدي مجموعه نيورونز اهو. طيب مجموعه النيورونز الحقيقه الثانيه الاكسايتد وان نيرون اللي هو ايه، هنسميها اكسايتيشن فيلد. في النص الحقيقه الثالثه بياخدوا سفيشنت نوبس تو ديسشارج فبنسميهم ديسشارج زون. في البريفري بياخدوا انسفيشنت نوبس بحيث بيبقوا فاسيليتيتد بس، لان الاستيمولس بالنسبه لهم سب مينيمال ما بيوصلوش الفارينج ليفل ما بيوصلوش ثريشل فاليو، فبنسميها سبليمينال فرينج او فاسيليتيشن زون. الحقيقه الخامسه انا في الديسشارج زون ولا الفاسيليتيشن زون ديبيندز مش بس على موقعي وعدد النوبس، على قوه الاستيمولس. فالماكسيمال ستيمولس بيخلي كل الاكسايتيشن فيلد ديسشارج زون، والسب ماكسيمال بيخلي ديسشارج زون ويبتدي يظهر السبليمينال فرينج، وكل ما قل الاستيمولس توسع اكتر السبليمينال فرينج. نيجي بقى المسالتين اللي مطلوب من حضرتك تحلهم وهم رياضه حديثه. 4 زائد 4 في الرياضه العاديه التقليديه يساوي 8، لكن ساعات 4 زائد 4 وده اللي هنشوف تساوي 10 وساعات تساوي 6. تعال ناخد ظاهره الفاسيليتيشن اللي هيتكتب مع السؤال يا اولاد، يعني بعد 6 حقائق لسه تتكلم عن الفاسيليتيشن والاوكلوجن. فاسيليتيشن مع شق مثل عشقي للنظام وللوحات. حل معايا بقى انت. هديك الاول معطيات المساله. نيرون ايه عنده في الديسشارج زون اللي هو الدائره المغلقه دي، يبقى اللي جوه الدائره المغلقه اعتبر ده ديسشارج زون، 4 خلايا اللي هم بيقولوا لي اسود اهو. وعنده في السبليمينال فرينش 2 نيرونز باللون الازرق. يبقى اما شغل ايه لوحده مين اللي هيديسشارج في السته دول؟ الاربعه بس اللي في الديسشارج زون، يبقى ايه تساوي 4. طيب نيرون بي عنده في الديسشارج زون اللي هي الدائره المغلقه 4 نيرونز باللون الاحمر، لكنه بيشترك مع ايه في السبليمينال فرينج الاثنين الزرق دول، يبقى اما شغل بيه لوحده اللي هيشتغل بس اللي في الديسشارج زون اللي هم الاربعه الحمر. طب ايه رايك بقى المساله لحضراتكم؟ لو عملت سيمالتينيس ستيميليشن اوف ايه وبي الاثنين مع بعض، كام خليه هتديسشارج؟ الطالب الذكي جاوبها اون ذا سبوت، قال لي الاربعه دول هيديسشارج والاربعه دول هيديسشارج والاثنين دول اللي ما كانوش بيديسشارج بايه لوحدها او بي لوحدها، لما حضرتك هتعمل سيمالتينيا ستيميليشن او بي هيديسشارج، فبقى ايه بلس بي مش 8 بقوا 10. هو ده معنى الفاسيليتيشن، ان الالجبريك سم is more than the sum of their separate stimulation. يعني the sum of simultaneous stimulation لما تعملهم مع بعض stimulation أكبر من لو جمعت كل واحدة separately. A لوحدها بتشغل 4، B لوحدها بتشغل 4، لكن A و B شغلوا 10.
طيب في بقى عشان تاخد فول ماركر تكتب الكلام ده. يبقى ظاهره الفاسيليتيشن تعتمد ان احنا نبقى مشتركين في الفاسيليتيشن زون. وقلت ممكن يغيرها لك في الام اس كيو، احط طرق الام اس كيو يجيب لك عنوان اخر يقول لك سبليمينال فرينج. سبليمينال فرينج هي الفاسيليتيشن زون، بس دي الطف. الفاسيليتيشن يحدث لما نشترك في الفاسيليتيشن زون. طيب يبقى عشان نضمن يبقى في فاسيليتيشن زون لابد من توافر شرطين. اختار انت الاجابه الصحيحه. الاستيمولاي يبقوا ماكسيمال ولا سب ماكسيمال؟ لو ماكسيمال هيبقى كله ديسشارج زون، مش هيبقى فيه فاسيليتيشن زون. يبقى لازم الاستيمولاس لطالب ذكي يبقى سب ماكسيمال استيمولاي في الام اس كيو. طب والشرط الثاني؟ بص لي من فضلك، هو الفاسيليتيشن زون دي في النص ولا في البريفري؟ طالب قال لي في البريفري. يبقى ادي نيرون A اهو الخمسه بتوعه، وادي نيرون B ادي الخمسه بتوعه. الفاسيليتيشن زون في البريفري، يبقى لازم التو نيرونز يبقوا نوت كلوز تو ايتش اذر، ما يقربوش قوي لبعض عشان يشتركوا في الفاسيليتيشن زون، لان لو قربوا قوي لبعض هيشتركوا في النص في الديسشارج زون. يبقى لازم التو افرنس يبقوا نوت كلوز تو ايتش اذر، التو افرنس اهو نوت كلوز تو ايتش اذر عشان يشتركوا بس في الفاسيليتيشن زون، ما يشتركوش. لو قربوا قوي هيشتركوا زي ما هنشوف في الخاصيه اللي بعدها في الديسشارج زون. حتى يحدث فاسيليتيشن لابد ان يبقى فيه فاسيليتيشن زون، وعشان يبقى فيه فاسيليتيشن زون لابد من ان يتوافر احد شرطين، او اسف يتوافر الاثنين الشرطان مع بعض. يتوافر شرطان ان هما لازم يبقوا الاستيمولس سب ماكسيمال ويبقوا نوت كلوز تو ايتش اذر. طيب نيجي الاوكلوجن، وانا اعتقد ان في طلبه اسكية متوقعينها. نيرون A عنده في الديسشارج زون اربع خلايا اللي هي الدائرة المتصلة، فلو شغلت A لوحده هيطلع اربع خلايا الديسشارج. نيرون B عنده اربع خلايا برضو في الدائرة المتصلة الحمراء اللي هو الديسشارج زون، فلو شغلت B لوحده هيطلع اربعة. ولكن A و B بيشتركا مع بعض في الديسشارج زون، يعني ده عنده اربعة وده عنده اربعة، فيهم اتنين مشتركين في الديسشارج زون. فلو حضرتك شغلت A لوحده هيشغل اربع خلايا، B لوحده هيشغل اربع خلايا. طب لو عملت simultaneous stimulation لA و B كام خلية هتشتغل؟ طالب ذكي قال لي ستة بس، لان الاتنين السود دول بA بيشتغلوا بB بيشتغلوا. لما اعمل simultaneous stimulation لA و B هما برضو اللي هيشتغلوا، مش هيشتغل اكتر منهم، يبقى عدد الخلايا اللي هتشتغل ستة. فسموا الظاهرة دي occlusion، يعني بقفلوا على بعض بنفس الاجابات اللي هي محددة ومع شق مثل عشق للنظام والوضوح. يبقى حتى يحدث occlusion لابد ان يشترك التو نيرونز في الديسشارج زون. وعشان يشترك في الديسشارج زون او اضمن في ديسشارج زون، يفضل ان الاستيمولس يبقى ماكسيمال عشان يبقى كل النيورونز ديسشارج زون، كل الاكسايتيشن فيه ديسشارج زون. وعشان يشتركوا في الديسشارج زون اللي هو في النص لازم يبقوا زي شايف كلوز تو ايتش اذر، يعني شايف هنا بعاد نوت كلوز تو ايتش اذر، انما هنا كلوز تو ايتش اذر. اوريها لك بايديك، ادي نيرون ايه عنده خمسه اهو ده الديسشارج زون، ونيرون بي عنده خمسة ده الديسشارج زون. عشان يشترك مع بعض يبقوا مع بعض لازم يبقوا، احنا عاوزين يشتركوا في الديسشارج زون لازم يبقوا close to each other، يبقوا مقتربين جدا لبعض close to each other. ده اللي هو الاوكلوجن. دي اصعب خاصية وهي درة هذه المحاضرة. وكعادتي بحب اقول يعني طالب يقول لي طب احنا فهمنا كويس قوي اللي انت قلته، بس الكلام ده تطبيقه ايه في يعني في الحياه؟ انا عارف ان معظم الكتب ما بتكتبش تطبيق، بس انا هقوله عشان احنا ما بنشرحش سنترال نيرفس سيستم في الفراغ الكوني، انما حاجات لها تطبيقات. بس هو الاكزامبل يعني في مزاح شويه. حضرتك في يعني حشره في رأسك تقرصك، عارف يعني بيبقى فيه ايه بيسموه أمل باين ولا حاجات زي كده، او برغوث في جسدك، تفتكر يقرصك قرصتين جنب بعض
هتبقى أقل إيلاما وهطرش أقل، ولا أرستين بعاد عن بعض؟ فكر فيها. هو لو أرسك أرستين جنب بعض، يعني شغل تو أفرنز جنب بعض، هيحصل أوكلوجن. يبقى لو الأرصة إيه، نفرض هتشغل أربع خلايا، هتعمل لك هرشة هرش مقدار أربعة، بي هتعمل لك هرش مقدار أربعة. لما هو أرسك أرستين جنب بعض، يبقى عمل سيمالتينيا ستيميليشن لأي وبي، مجموع الهرشتين أقل من كل على حدة، فتبقى ستة. لكن لو البرغوت في جسدك أو الأملة في رأسك جالت وصلت، راحت لنقطة بعيدة، شغلت إيه بعيد عن بي، اللي هما مشتركين في مين بقى؟ في الفاسيليتيشن زون. يبقى فيه نيرونز ما كانتش هتشتغل هتشتغل. فيبقى إذا كان إيه هيعمل هرشة مقدارها أربعة، بي هيعمل هرشة مقدارها أربعة، إيه وبي الهرشة مش هتبقى تمانية، هتبقى عشرة. ومن هنا نخلص يا أولاد إن فيكسد إنسكتس، لما الإنسكت تبقى لما روحها كده وقريب، يعني ما بتجولش وتصول في رأسك وفي جسدك، تبقى أقل إيلاما وأقل إثارة من moving insects. يعني الحشرة اللي بتقرص في نفس الحتة مش لطيفة وكله، بس أقل إزعاجا من حشرة عمالة تتجول وتتفسح في رأسك أو تتفسح في جسمك. لأن واحدة لما بيبقوا قريبين من بعض بتعمل occlusion، لما بيبقوا بعاد عن بعض بيعملوا facilitation. ده عشان نبقى فاهمين example، بس هو فيه طبعا يا أولاد شوية مزاح، بس أنا عاوز تبقوا فاهمين كويس. طيب نيجي بقى للخاصية الرابعة والخامسة وننهي المحاضرة، ودول أسهل. نيجي inhibitory circuits يا أولاد. inhibitory circuits، الدوائر المثبطة، معناها إيه؟ single input، يعني لو عملنا single input can give rise to both. اسمع معايا، يعني حاجة واحدة ممكن تدي حاجتين، excitation و inhibition. واحد يقول لي الكلام ده غلط، ازاي stimulus واحد هيعمل excitation و inhibition؟ وانت قلت لنا انه النيرون الواحد في الاغلب والاعم بيطلع ترانسميتر واحد، one neuron secretes one chemical transmitter، يا excitatory يا inhibitory. فازاي single input هيعمل excitation وinhibition، both excitation inhibition؟ الإجابة هيعمل excitation by itself، لأن هو excitatory، وعن طريق inhibitory interneuron هيعمل inhibition. يبقى بقولها جملة خالدة يا أولاد، لن تقوم قائمة للinhibitory circuits، اسمع دي بقى في MSQ، دون الاستعانة بinhibitory interneurons، لان السنجل انبوت هو بنفسه هيعمل اكسيتيشن، لكن ازاي هو برضه يعمل انهيبيشن؟ يبقى لازم يستعين بانهيبيتوري انتر نيرون يطلع انهيبيتوري كيميكال ترانسميتر يعمله انهيبيشن. وعليه يشوف الجمله بقى الاصعب في الام اس كيو، يبقى في ظاهره الانهيبيتوري سيركتس بيطلع تو كيميكال ترانسميترز. هو بقى بيغلطك، هي عنوان السؤال انهيبيتوري سيركتس، فيقول لك ان هما الاثنين التو ار انهيبيتوري. الطالب طبعا اللي مش فاهم يقول لك انهيبيتوري يبقى 100% هيطلع اثنين انهيبيتوري. لا لا لا، one is inhibitory والسكند is excitatory، واحد فيهم excitatory والثاني انهيبيتوري. طالب قال لي فهمنا، نفهم نلاقي الموضوع لطيف جدا. ظاهره الانهيبيتوري سيركتس دي هنشوفها ثلاث مرات في الجسم. اول حاجه في ظاهره اسمها lateral inhibition، يعني لو عملت single input اهو هيعمل excitation في النيرونز دي بنفسه by itself، وبالاستعانة هيدي two lateral branches، عشان كده سموها lateral inhibition، two lateral branches. شو بقول كلام بأعنيه عشان تاخد بالك ليه بيسموها lateral inhibition. يبقى النيرون ده excitatory neuron هيعمل excitation وبيدي two lateral branches، يإكسايت تو إنهيبيتوري إنتر نيرونز، إنهيبيتوري إنتر نيرون باللون الأحمر هم اللي هما بيدوريهم، هيعملوا إنهيبيشن لللاترال نيرونز، للنيرونز اللي جنبي، عشان كده سموا الظاهرة
lateral inhibition. يبقى هو بنفسه هيستيميليت هيكسايت النيرون اللي في النص. ولكن في ذات الوقت هيعمل انهيبيشن للتو لاترال نيرونز. ازاي؟ بيدي تو لاترال برانشز تشغل انهيبيتور انتر نيرونز انهيبيت اللاترال نيرونز. طب واحد يقول لي ده مهمه في ايه دي؟ حاجه جميله قوي. تصور بدون امثله يبقى السي ان اس مش اي قيمه. فور شاربنس اوف سنسيشنز لحده الاحساس. واحسن مثال هنا يا اولاد عندنا اللي هو بيبقى في الفيجن. انت شايف حتى ان انا راسم لك مصباح كهربائي اهو. انا بقول لك الاتي، بص معايا، ده الدايره دي بتمثل الريتنا الشبكيه اللي هي باللون الاسود. سقطت صوره المصباح، الايمج ده مش المصباح، ده صوره المصباح على الشبكيه اللي هي باللون الاسود. صوره المصباح على الشبكيه، وطبعا الصوره كما المصباح مضيء فالصوره مضيئه، فعملت ستيميليشن للنيورونز اللي في النص اهي. عملت ستيميليشن للنيورونز اللي في النص. طيب اما النيورونز اللي حولها اللي باللون الاحمر دي اللي بنسميها في الباك جراوند، مفروض النيورونز اللي وقع عليها صوره المصباح هتزود الديسشارج، والنيورونز اللي حواليها مش هتزود الديسشارج. وعلي حضرتك تقدر تميز صورة المصباح المضيء على الريتنا من الباك جراوند اللي حوالين المصباح اللي هو غير مضيء. طب ايه رأيك بقى من عظمة الخلق والخالق؟ ايه رأيك لو النيورونز اللي حوالين صورة المصباح المضيء مش بس ما عملوش حاجة، ما زودوش الديسشارج، دول حصل لهم انهبيشن، نقصوا الديسشارج. يبقى هيبقى الفرق ما بين الايمج بتاع المصباح المضيء والباك جراوند اللي هو قلل جليا واضحا، فالرؤيه احسن اهي. هوريها لك. يعني تخيل اهو ده صوره المصباح هنا، زودت الديسشارج. ايه رايك للي حولها مش بس قاعد زي ما هو، ما زودش، ده مش بس ما زودش، ده حصل له انهبيشن، قلل الديسشارج. يبقى الفرق بين الصوره المضيئه بتاعت المصباح والباك جراوند اللي هو غير مضيء فرق كبير. وبالتالي يبقى الصورة أكثر وضوحا لأن الفرق كبير. فعشان كده قلنا أن اللاترال انهيبيشن مهمة فور شاربنس اوف سنسيشن. وأحسن مثال في الريتنا أن الصور المضيئة بتزود الشارج، طب الباك جراوند اللي حواليها ما بيقعدش زي ما هو، بيحصل له انهيبيشن عن طريق ظاهرة اللاترال انهيبيشن. وفي مرة أخرى في ظاهرة اللاترال انهيبيشن لا تنسى انها لا تقوم لها قائمه دون الاستعانه بانهيبيتور انتر نيرون اهو باللون الاحمر. وبيطلع نوعان من الكيميكال ترانسميترز، هنا بستغل الالوان. اكسيتاتري اللي هو باللون الازرق اللي بيطلعه النيرون اتسلف، وانهيبيتوري اللي بيطلعه الانهيبيتور انتر نيرونز. وفاهم ليه سموها لاترال انهيبيشن؟ لان هو بيستيميليت سنترال نيرونز اللي هم بتوع المصباح، وفي نفس الوقت بيحصل انهيبيشن لللاترال نيرونز فسموها لاترال انهيبيشن. ودي مهمه في ظاهره في الشاربنس اوف سنسيشنز. تعال ناخد اللي بعدها، رينشو سيل انهيبيشن. نفس الفكره بالظبط. احنا دلوقتي يا اولاد عشان تبقوا فاهمين، احنا في الانتيرور هورن في السباينال كورد، فالخلايا اللي باللون الازرق دي هي الانتيرور هورن سيلز، خلاص. فبنفسها الانتيرو هورن سيلز هتستيميليت الماسل فايبرز اهي عن طريق الاستايل كولين. طلع استايل كولين عند الماسل تعمل كونتراكشن الماسل دي. لكن نفس الفكره، هتدي تو لاترال برانشز، هيستيميليت انهيبيتوري انتر نيرون، خلاص. هتنهيبت الانتيرو هورن سيلز اللي حولها، يبقى زي اللاترال انهيبيشن بالظبط، بس هنا في حته زياده بقى بمليون جنيه. وتنهبت الخليه الاساسيه اللي عملت لهم ستيبليشن. هذه الانهيبيتوري سيلز نسبه الى مكتشفيها اسمها رينشو سيلز. فمهمه بقى، احنا هنا بنتكلم على حركه. يبقى اللاترال انهيبيشن كان مهم فور شاربنس اوف، افتح ودنك، سنسيشنز.
هنا مهمة for sharpness of افتح ودنك motor actions. نفس القصة هي هي بس الجديد ان الانهيبيتوري انتر نيرونز هنا اللي اكتشفها راجل اسمه رينشو فسموها رينشو سيلز. وهذا الراجل عاش من سنة 1911 ل 1948 يعني 37 سنة بس. وفي اواخر ايامه اكتشف الرينشو سيلز. طب هنا مين الاكسيتاتوري كيميكال ترانسميتر؟ الاستالكولين. طب مين الانهيبيتوري كيميكال ترانسميتر؟ الجلايسين. فهنا بالاضافة ان هيقول لك ان في ظاهرة الرينشو سيلز ده تقوم دون الاستعانة بانهيبيتوري انتر نيرون اللي اسمها رينشو سيلز. وبيطلع فيها كام كيميكال ترانسميترز؟ اتنين. مش الاتنين انهيبيتوري، مش عاوز عبط. واحد اكسيتاتوري اللي هو الاستالكولين، والتاني انهيبيتوري الجلايسين. ولاني حافظ الاسئلة وورد وايد يا اولاد وفاهم السبب تمام. اللي بيسأل فيه اكتر مين الاكسيتاتوري كيميكال ترانسميتر اللي هو الاستالكولين، تقول لي ليه؟ لان قبل رينشو اي ثينك اكتشف الخلية دي في سنة 1943 خلاص، كنا بنظن ان الاستالكولين بيطلع بره السنترال نيرفوس سيستم في المسلز بس هنا. انما رينشو كان اول واحد قال يا جماعه ده الاستالكولين ما بيطلعش بره بس، ده بيطلع جوه كمان في السباينال كورد في السنترال نيرفوس سيستم وبيشغل الخليه بتاعته اللي هي رينشو سيلز. فعشان كده ده قيمه السؤال، بيقول لك لان دي كانت قصه اكتشاف الاسيتايلكولين في 1940 انه ما بيطلعش بس بره السنترال نيرفوس سيستم في السوماتيك وفي الاوتونوميك، انما ده بيطلع كمان جوه السباينال كورد في السنترال نيرفوس سيستم. واحد يقول لي فهمنا يعني ايه فور شاربنس موتور اكشنز. بص معايا، انا هلعب على بيانو يا اولاد، فانا لما بلعب على بيانو عاوز احرك العضله دي عشان اضرب على الصباع بتاع البيانو ده، لكن دول مش عاوزهم يتحركوا، لان لو نزلت ايديا الثلاثه يبقى تطلع التون ثلاث تونز، انا عاوز دي تشتغل واللي حواليها يقف. فدي دول بيقفوا ازاي؟ عن طريق الرينشو، ان الخليه اللي بتشغل المصل دي طلعت تو لاترال برانشز، شغلوا الرينشو، عملوا انهيبيشن للي حواليها. طب ليه عمل انهيبيشن اللي هي نفسها كمان لايت سيلف؟ عشان الخبطه تبقى معقوله، انا مش هرزع البيانو. في حاله الفيجورس فولنتري كونتراكشن الرينشو ما بتشتغلش، انما لما يبقى ويك كونتراكشن ومحسوب حتى في صوته، يعني انا عاوز اطلع صوت البيانو بطريقه معينه، ضغطه معينه مش قويه، فالرينش وقفت الاثنين دول تماما عشان الصابع اللي جنبها ما تشتغلش، وعملت ايفن انهيبيشن لنفس الخليه عشان تبقى الضربه رويدن بالصوت بالنغمه بالانتنستي بالشده اللي انا عاوزها. شوف الروعه. يبقى الرينش سيل انهيبيشن ما هي الا لاترال انهيبيشن يخص مش السنسيشن زي اللي خدناها في ريتنا، يخص الموتور اكشنز. وهنا الانهيبيتوري انتر نيرون اسمها رينشو سيل نسبه الى مكتشفيها. وفي تو كيميكال ترانسميترز نفس الفكره، واحد اكسيتاتوري وده الاهم استالكولين. استالكولين لان دي قصه اكتشاف الاستالكولين انسايد ذا سنتر نيرفوس سيستم، عشان كده انا بحكي هيستوري يا اولاد. واحد يقول لي ما بضيعش وقتك، واحد قلت تكريم للشخص اللي عمل كده، ده 37 سنه وساب اسمه وبعدين، وتحفيز لحضرتك انك تشتغل وما بتسمع القصه بتعرف السؤال ليه بيجيبوا مين الاكسيتاتوري ان هو الاستالكولين، لان كانت هذه قصه اكتشاف الاستالكولين جوه السنترال نيرفوس سيستم في السبان كورد بعد ما كنا مكتشفينه في الماسلز وفي الاوتونوميك نيرفوس سيستم، عشان كده بيجي الاستالكولين. دي يا اولاد النوع الثالث في اللاترال انهيبيشن اسمه ريسيبروكال انرفيشن، التغذيه المتعاكسه. لما حضرتك بشكك في دراعك او في رجلك بتسحب ايدك او بتسحب رجلك ازاي؟ بعمل حاجه اسمها فليكسور وذرو ريفلكس. يبقى مين اسمها؟ بكونتراكت الفليكسورز، لازم يحصل لهم كونتراكشن. طب عشان يحصل كونتراكشن الفليكسورز حضرتك عاوز تسحب ايدك او رجلك بسرعه ولا ببطء؟ طبعا بسرعه لان في بينفول ستيمولس. يبقى عشان تحصل بسرعه لازم في نفس الوقت اللي تستيموليت الفليكسورز وتعمل لهم كونتراكشن توقف الانتاجونست المضاد ليهم اللي هم الاكستنسورز، تعمل لهم انهيبيشن وريلاكسيشن. يبقى مره اخرى انه سنجل انبوت بيدي كان جيف رايز تو اكسايتيشن كونتراكشن فليكسورز،
وانهبيشن ريلاكسيشن للاكستنسورز برضه بالاستعانه بمين يا اولاد هنا؟ بانهبيتوري انتر نيرونز وعليه بيطلع تو كيميكال ترانسميترز وان از اكسيتاتوري باللون الازرق وان از انهبيتوري باللون الاحمر فدي ظاهره ريسيبروكال انرفيشن ان كل مره انت بتحس الم في في في, في دراعك او في رجلك وبتسحبها بعيد عنها بتعمل ايه سمعاني فليكسور ويذرول ريفلكس يعني بتعمل ويذرول باستخدام الفليكسورز طب عشان تسحب ايدك بسرعه لازم توقف العضلات المضاده اللي هي مين الاكستنسورز ازاي بالانهبيتوري سيركتس بانك انت بالاستعانه بالانهبيتوري انتر نيرون توقف الانتير هورن سيلز اللي بيشغلوا الاكستنسورز يبقى لن تقوم قائمه الانهبيتوري سيركتس ثانيه ولا بقى الجملتين الاساسيتين دون الاستعانه بالانهبيتوري انتر نيرونز والجمله الثانيه ان احنا بنقول انه بيطلع تو كيميكال ترانسميترز وان از اكسيتاتوري باللون الازرق وان از انهبيتوري مش الاثنين انهبيتوري مش عاوز عبط وبعدين خدنا ثلاث امثله لاترال انهبيشن مهم فور شاربنس سنسيشنز رينشيو سيل انهبيشن اللي هو التايب اوف لاترال انهبيشن يعني لو قال لك ان هو نوع من لاترال انهبيشن صح بس خاص بالموتور اكشنز والانهبيتوري انتر نيرون اسمها رينشيو سيلز والتو اكسيتاتوري كيميكال التو كيميكال ترانسميترز هنا لسه بعرفهم خاصه الاكسيتاتوري الاكسيتاتوري استايل كولين والانهبيتوري جلايسين ثم ثالث ظاهره الريسيبروكال انرفيشن للشباب اللي عندنا هنا موجودين في نورث امريكا في كندا وفي الولايات المتحده هم بياخدوا نوع رابع من انهبيشن معقد شويه اللي هو السيريبيلوم في السيربيلوم في المخيخ هنقولها في عجاله اللي ما عندوش الكلام ده يا اولاد في الجامعات العربيه ما يعرفوش بس اللي عاوز يعرفه حتى يستفيد في ناس تحب تبقى تعرف لانه لا يستوي الذين يعلمون مع الذين لا يعلمون حاجه اسمها فيد فوردز انهيبيشن انه دلوقتي احنا عندنا هناخد انه في بارالل فايبرز هناخدها باذن الله في السيربيلوم يعني متوازيه بتعمل اكسايتيشن لبوث الباسكت سيلز وبركنجي سيلز بتعملهم هما الاثنين اكسايتيشن طيب الايم بتاع الفيد فوروردز انهيبيشن انه تو ليميت الديوريشن اوف اكسايتيشن انا مش عاوز اعمل اكسايتيشن ضخمه للبركنجي سيلز يعني فهمها مع السيريبيلوم ليه فالبارال فايبرز بتستيميليت الباسكت وبتستيميليت البركنجي بس لما بتستيميليت الباسكت الباسكت بدوريها وده موضوعنا انهيبيشن بقى بيعمل انهيبيشن للبركنجي عن طريق الانهيبيتوري بوست سينابتيك بوتنشال فيسموها فيد فوروردز انهيبيشن والايم بتاعها ان احنا نليميت الديوريشن اوف اكسايتيشن اوف بركنجي اللي هي جايه عن طريق البارال فايبرز يبقى البارال فايبرز بتستيميت البركنجي لكن عشان الاستيميشن ما يبقاش ماكسيمم في نفس الوقت البارال فايبر بتستيميت كمان الباسكت سيلز فالباسكت سيلز تخفف من حده الاستيميليشن بركنجي بانها تعمل لها انهيبيشن عن طريق الانهيبيتوري بوست انهيبيتوري بري سينابتيك بوتنشال انهيبيتوري بري سينابتيك بوتنشال خلاص ده هيبقى يا اولاد اللي هو في السيريبيلوم مش مهم بالنسبه لنا نيجي احنا بقى بالنسبه لنا فضلنا خاصيه واحده ونقفل بذلك اللي هي اكتيفيشن سيركتس عكس الانهبيتوري سيركتس ده موضوع مهم جدا اكتيفيشن سيركتس او بتجي لنا تحت عنوان افتر ديسشارج يعني الاثنين تاخد بالك بالعناوين ان ساعات بيغيروا صيغه السؤال معناها ايه يا اولاد انه الاوتبوت نيرون continues to discharge after stoppage of stimulation of the input neuron طيب الفهم انا المفروض لما اشغل الانهبيتوري نيرون اسف مشغل input نيرون يشتغل بدوره الاوتبوت نيرون يبقى كل مره اشغل الانبوت الاوتبوت يشتغل شغل انبوت الاوتبوت يشتغل طب ايه رايك بقى لو وقفت الشغل بتاع الانبوت المفروض الاوتبوت يحصل له ايه
المفروض الاوتبوت يبطل يشتغل. لكن لو الاوتبوت continues to discharge بعد ما انا وقفت الانبوت، هو ده ظاهرة الاكتيفيشن سيركتس او الافتر ديسشارج. يعني انا وقفت ستيميليشن اوف ذا انبوت بالبلدي كده، ولن يتوقف الاستيميليشن اوف ذا اوتبوت. تعالوا، يبقى ما هي معنى كلمة اكتيفيشن سيركتس او افتر ديسشارج؟ الكلمة الاهم افتر ديسشارج معناها انه الاوتبوت نيرون continues to بيستمر to discharge after stoppage of stimulation of the input. حتى بقول يا اولاد، كنت بقولها دائما ابدا للزملاء الاصغر سنا، الالقاء فن. انت عاوز تبين للطالب هم ليه سموها after discharge، فلازم تقولها بالقاء معين توضح فيه كلمه after discharge. 2، اقول لهم ان السمع اقوى في التذكر من البصر. السمع ربنا قدمه على البصر، بدليل ان احنا اغنيه مكتوبه ادالك مكتوبه، حاول تحفظها، صعب جدا. يوم ما تنزل في الاذاعه او في التي في وتسمعها بتتغنى بنحفظها في ثانيه. السمع اقوى في الذاكره من النظر بكتير. اغنيه مكتوبه لسه ما اتغنتش من المحال انك تحفظها، تسمعها تبقى بسهوله شديده. عشان كده انا بعتمد على السمع، وبالتالي يستلزم القاء حسن. بقولها للزملاء الاصغر سنا اللي بيسمعوني. يبقى شوف انا اقولها بالقاء. The output neuron continues to pause half. الاوتبوت continues to ايه؟ To discharge after. To discharge after stoppage of the stimulus. عشان كده سموها after discharge. ليه؟ لان الاوتبوت continues to ايه؟ To discharge after. Continues to discharge after stoppage of stimulation of the input. فسموها after discharge. يعني هديها لك بالصوت اهو، انا استيميليت الانبوت كده، فالاوتبوت اشتغل. انبوت اوتبوت انبوت اوتبوت انبوت اوتبوت انبوت اوتبوت. وقفت الانبوت، المفروض الاوتبوت يوقف. لا، الاوتبوت كونتينوس ديسشارج، خلاص، افتر ستوبج اوف ذا ستيمولس. يبقى ذا اوتبوت كونتينوس تو ايه؟ To discharge after. Continues to discharge after stoppage of stimulation of the input. هو ده تعريف الـ after discharge. هعملها تاني بالصوت اهو. The output neuron continues to ايه؟ الكلمة المهمة جاية هي اللي جاية منها بس معكوسة. The output neuron continues to discharge after stoppage of stimulation of the input. فسموها after discharge. ميكانيزم، عندي 3 ميكانيزمز للظاهرة دي. اول حاجه هي ابسطها اللي هي السينابتيك افتر ديسشارج، خدناها مع السينابتيك بلاستيستي. راجع البوست تيتانيك بوتنشيش، البوست تيتانيك بوتنشيش رجع تاني. تفسير اقوى شويه اسمه بارالل سيركتس. حتى انا زي ما بقول حتى في رسومات حصاد السنين، يعني في التكست بوكس ما يرسموهمش بارالل كده، انما انا بقصد ارسمهم بارالل عشان تتذكر. لماذا سميه parallel circuits؟ دوائر متوازية من الانتر نيرونز. تعالى أنا بقول المثال لطيف قوي. هنا في input متصل بالoutput نيرون عن طريق parallel circuits، هي دوائر متوازية أكثر من واحد. أنا رسم 3 للتبسيط، إنما هما ممكن يبقوا مئات. أول circuit فيها 1 انتر نيرون، وعليه هنقف كام وقفة؟ قلنا عدد السينابسز بيزيد 1 عن الانتر نيرون. في 1 انتر نيرون هيعد معايا، يبقى النقط السوداء، يبقى في سينابس هنا ما بين الانبوت والانتر نيرون، وسينابس ثانيه ما بين الانتر نيرون الاوت، يبقى 2 سينابس. السينابس بتاخد نص ملي سكند، يبقى هنقف وقفتين، الوقفه بنص، يبقى الوقفه هتاخد 1 ملي سكند. تاني سيركت يا اولاد فيها 2 انتر نيرونز. طب زود، يبقى عدد السينابس يزيد 1 اهي، 1 الثانيه الثالثه، يبقى هنقف 3 وقفات، الوقفه بنص، يبقى هنوصل بعد 1.5 ملي سكند. وهكذا ثالث سيركت فيها 3 انتر نيرونز، وعليه عدد السينابس ما بزهقش ولا اكل، يزيد 1 عن عدد الانتر نيرونز، فيبقى في هنا 4 سينابسز، الواحده بنص، يبقى هنقف 2 ملي سكند. يبقى عاوز حضرتك تتخيل، انا هدي الانبوت ستيمولس واحده، صح؟ انما الاوتبوت هيوصله 3، واحد بعد واحد، واحد بعد واحد ونص، واحد بعد 2. يبقى انا اديت ستيمولس للانبوت
فحصل الاتي في الاوتبوت. يبقى ايه اللي حصل؟ قولوها انتوا بقى بالالقاء الجميل. The output neuron continues to a to discharge after. The output neuron continues to discharge after stoppage of the stimulus. فسموها after discharge. واحد يقول لي طب قول لنا ازاي نشرحها بطريقه سهله. اخترت في اللوحات ابسط الجمل يا اولاد. البارلل سيركتس ديبند على البريزنس اوف، بصوا جمله مهمه قوي اهي، ديفرنت نمبر اوف انتر نيورونز وعليه different numbers of synapses. يبقى اعداد مختلفه different numbers of interneurons وبالتالي different number of synapses. ان البارل سيركتس مختلفه في عدد الانتر نيورونز، واحده فيها واحده، واحده فيها اثنين، واحده فيها ثلاثه، وهكذا. انا بدي مثال، ابسط مثال، وعليه مختلفه في عدد السينابس اللي هي 8 زائد 1. يبقى البارل سيركتس في شرحها تقول ان الانبوت از كونكتد تو ذا اوتبوت عن طريق different numbers of interneurons and in turn different numbers of synapses. أهم تفسير هو الثالث، وهو برغم أنه أهمهم هو أبسطهم في الشرح، اسمه لما يسألك في الام اس كيو يكتب لك أسباب الافتر ديشارج، ثلاثة والثلاثة صح، اختار الأصح. في نوع من الام اس كيو ال 12 نوع بيقول لك مش اختار الإجابة الصحيحة، الأصح. يبقى هو الأصح هو نمرة ثلاثة، اسمها reverberating circuits أو closed chain circuit أو oscillatory circuit. reverberating في اللغة يا أولاد يعني زي صدى الصوت، عارف لما تتكلم والصدى يردلك، ده reverberating. وهتشوف ليه سموها closed، لأنها دائرة مغلقة، مغلقة أو oscillatory. هنا بقى دي أبسط واحدة في شرحها، بيقولوا ان الاوتبوت نيرون اهو ما يمشي معاه بالليزر سينس كولاترال تو ري ستيميليت اتسلف. يبقى الاوتبوت بيبعت كولاترال تو ري ستيميليت اتسلف. يبقى تعال نشوف، انا هدي ستيميليشن للانبوت فيطلع اكشن بوتنشال في الاوتبوت، صح؟ بس واحد منهم يرجع عن طريق الكولاترال ده تو ري ستيميليت الاوتبوت، يحصل له كمان ستيميليشن، يطلع كمان واحد، واحد يكمل، واحد يرجع. واوعى تنسى الاكشن بوتنشال وبيز اول اور نان لو، ما بيضعفش، يعني مش الكهرباء بتضعف، ده بيكمل وبنفس القوه اللي راجع تاني، وبيز اول اور نان لو. يبقى فكره هتشرح ازاي ريفربريتنج او كلوزد، فهمت ليه سموها كلوز سيركت اهو، وريفربريتنج اللي هي زي الصدى بتروح وترجع، او اوسيلاتوري سيركت. هتقول الشرح ابسط واحده، الاوتبوت نيرون سنس كولاترال تو ري ستيميليت اتسلف، مفيش اسهل من كده. يبقى شرح اهم واحده اللي هو ريفربريتنج سيركت، الاوتبوت نيرون سنس كولاترال تو ري ستيميليت اتسلف. طالب ذكي قال لي يبقى ثيوريتيكالي عمر ما هيوقف الموضوع ده. قلت له صح، نظريا عمره ما هيوقف، انما فعليا بيوقف. وهدي مثالين وطريقتين للوقوف، يعني لازم تقول التو اكزامبلز. في نوع بيقف بالفتيج، بالتعب. وقلت يا اولاد من المعلومات القيمه دلوقتي، حاله الاستيقاظ اللي احنا فيها ان احنا متيقظين كده، سببها شبكه كهربائيه في البرين ستيم بتنشط الكورتكس، اسمها في شكل شبكه ريتيكولار اكتيفيتنج سيستم. ريتيكولار لانها في شكل شبكه اكتيفيتنج سيستم، حتى اختصارها راس، ريتيكولار اكتيفيتنج سيستم، وحفظتها في مزاح لكثير من الطلبه، بيسموها او بسميها انا الراس اللي بيعمر الراس. الراس اللي هو ريتيكولار اكتيفيتنج سيستم بيعمر الراس بالكهرباء فيخلينا متيقظين. عارف ليه بنقعد متيقظين بال 18 ساعه؟ عشان هو مليان ريفربريتنج او كلوزد او oscillatory circuits. وديك مثال، حضرتك نائم، يجي الصبح نفتح الشباك، يبقى visual stimulus، او انا اقول لك اصحى auditory stimulus، او مش نافعه دي، ودي احسن حاجه تستيميليت الراس يا اولاد القرص، بس طبعا ما تصحوش بعض بالقرص، ده عيب قوي. ده لو واحد مش راضي يصحى لا بالصوت ولا بالفيجن هناخدها دي سؤال ام اس كيو. الموست باورفول ستيمولس فور الراس بينفول ستيمولس، فتدي له بينفول فصحي. طب احنا شغالين بالكهرباء يا اولاد،
طول ما في كهرباء احنا صحيين، ما فيش كهرباء ننام. فشفت ليه بنقعد صحيين؟ عشان في ريفربريتنج او كلوث سيركت او اوسيلاتوري سيركتس. هننام امتى؟ لما يحصل فتيج. والفتيج ده بيحصل بسبب من ثلاثة: يخلص كيميكال ترانسميتر، دي واحدة، او يقل كمية الكالسيوم اللي هي بتريليس الكيميكال ترانسميتر جوه الانبوت، نمرة اثنين. او قلنا فاكر اسباب الفتيج ان الريسبتورز من كتر ما في كيميكال ترانسميتر يحصل لها داون ريجوليشن. يبقى ثلاث اسباب وقفت ال افتر ديتشارج في حاله الاستيقاظ: سببين في البري وسبب في البوست. البري كالسيوم بيطلع كيميكال ترانسميتر، يا الكالسيوم قل يا الكيميكال ترانسميتر حصل له ديبليشن. وسبب في البوست، سبب واحد في البوست ان الريسبتور ما بتستجبش للكيميكال ترانسميتر، يعني من كتر كيميكال ترانسميتر حصل لها داون ريجوليشن، عشان كده بننام. يبقى المثال للريفربريتنج سيركتس اللي هو الاستيقاظ، الويكفولنس اند سليب، حاله الاستيقاظ والنوم، ما هي الا ريفربريتنج سيركت. طول ما في ريفربريتنج سيركتس في كهرباء احنا صاحيين، حصل لها فتيج ننام، ويكفولنس اند سليب. ثاني مثال والاخير يا اولاد اللي هو في الريسبيريشن، في التنفس. قلت لكم السنه اللي فاتت كان في بيس ميكر اوف ريسبيريشن بيشغل النفس، كان اسمه ابنيوستيك سنتر. حتى قلت لكم ليه سموه ابنيوستيك، لانه بيبعت امبلس على طول على طول على طول، بحيث سميته مجنون، بحيث انه لو موقفش هناخد نفس على طول حد ما يحصل ابني على النفس يقف ويتوفانا الله. عشان كده سموه ابنيوستيك، لانه بيوقف النفس. ابني يعني نفس وقف، فسموه ابنيوستيك سنتر. وشكرت ربنا ان في سنه اولى ما بيسالونيش الطلبه هو ليه شغال على طول، لان لو كان حد سالني كنت اضطر اشرح الكلام ده كله، اقول له عشان جواه في ريفربريتنج اور كلوزد اور اوسيلاتوري سيركت. هل بقى انا هاخد شهيق بالابنيوستيك سنتر، هستنى لما الكيميكال ترانسميتر يخلص؟ اكون انا خلصت، يتوفاني الله. عشان كده بنعملش كده، بنعمل له انهيبيشن بقى، بنوقفه بطريقه ثانيه، يعني انهيبيشن من فوق بالنيموتاكسيك، يعني انهيبيشن من تحت بالفيجاس. يبقى يمكن ايقاف الريفربريتنج او الاوسيلاتوري او الكلوز تشين سيركت حاجه من اثنين: يا بالفتيج زي في الويكفولنس اند سليب، يا بالانهيبيشن زي في الريسبريشن. باختم يا اولاد بحاجه صغيره لطيفه قوي. ايه بقول لكم؟ انه واحد يقول لي طب ادينا مثال حلو للافتر ديشارج، فبقول جمله لا تنسى يا اولاد: لولا ظاهره الافتر ديشارج ما كان الموشن بيكتشرز، ان احنا بنشوف صور متحركه في السينما في التلفزيون، انتوا شايفيني دلوقتي بتحرك، ده بسبب ظاهره الافتر ديشارج. حقيقه الامر يا اولاد ما فيش صور متحركه. انما تعال نفكر اشرح لك في السينما، بيدوا 24 صوره في الثانية. فأول صورة إيدك كده، تاني صورة كده، تالت صورة كده، تالت صورة كده، رابع صورة كده. قبل ما بيضيع الانطباع بالصورة الأولى بسبب ظاهرة الافتر تشارج بيكون جات الصورة الثانية، بسبب الافتر تشارج بيكون جات الثالثة، فبتشوف الحركة متصلة، مع إن أكشن في الحقيقة هي صورة واحدة وبعدين بناخدها في تدرج، كانت كده وبعدين بقت كده بقت كده. لو تخيلت إن مفيش افتر تشارج كنت هشوف الصورة كده، وبعد شوية هشوف صورة ثانية كده، بعد شويه صوره ثالثه كده، بعد شويه صوره تلتة. لكن بسبب ان انا قبل ما تيجي الصوره الثانيه ما زلت منطبع بالصوره الاولى بسبب الافتر ديشارج، فعشان كده منطبع بالاولى وجات الثانيه، فبتبقى الحركه متصله. فلولا ظاهره الافتر ديشارج كل مره وانت بتذاكر وانت بتتفرج عليا قول احنا قادرين نشوف دكتور ناجي بيتحرك بسبب الافتر ديشارج. الانطباع بصورته الاولى لم يختفي بسبب افتر شارج، وجاءت الصوره الثانيه وجاءت الثالثه فبدا ان هو بيتحرك. لولا الافتر ديشارج ما كان الموشن بيكتشرز، ما كانت السينما، ما كانت تي في، ما كان ما نشاهده الان على الفيديو. وفي النهايه يا اولاد بشكركم على حسن انصاتكم وعلى وقتكم اللي بتدوني، واتمنى اكون أفدتكم. وإلى أن نلتقي فلكم مني أسعد الأمنيات بالتوفيق، وأتمنى
بإذن الله نلتقي الأسبوع القادم. شكرا جزيلا.